بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 47. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذا المجلس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي شيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. كنا قد توقفنا عند باب إزالة النجاسة، إذ قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم أن الأرض كلها مسجد وطهور، إلا ما استثناه الشارع، وهي هذه 7 المواضع. نعم، الأول المزبلة، وهي المكان الذي تلقى فيه الزبالة والكناسات. نعم. والمجزرة؟ المجزرة المكان الذي تجزر فيه بهيمة الأنعام لما في ذلك من الدماء وغيره. نعم. والمقبرة؟ والمقبرة سبق، لا يصلى في المقبرة إلا صلاة الجنازة، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. وقارعة الطريق؟ قارعة الطريق هي ما وسمته الأقدام مقبلة ومدبرة، لأنه قد يأتي أحد وهو يصلي فيتأذى المارة أو يتأذى هو بالمارة، ولأن الغالب أن قارعة الطريق لا تخلو من نجاسة من الدواب. نعم. وفي الحمام، وهو موضع الاغتسال، موضع الاغتسال بالماء الحار، وكانوا يستغتسلون بالحمامات للعلاج أيضا ولإزالة الأوساخ. معاطن الإبل، وهو مأوى الإبل، مأوى الإبل الذي تأوي إليه. نعم. وفوق ظهر بيت الله. وفوق ظهر بيت الله لا تصلى الفريضة، لا داخل الكعبة ولا خارجها على ظهرها، وإنما تستقبل الكعبة أمام المصلي. وأما أنه وهذا في الفريضة، وأما النافلة فأوسع، ولهذا صلى صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة. وقد تقدم ذكر ابن المنذر الإجماع على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا ما ذكر عن الشافعي. نعم، ابن المنذر حكى الإجماع على الصلاة في مرابض الغنم، وأنها ليست كمعاطن الإبل، فتجوز الصلاة في مرابض الغنم. نعم، إلا ما ذكر عن الشافعي أنه يستثني بعض مرابض الغنم، والحديث حجة عليه والإجماع أيضا. نعم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، فأمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم،
قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل في قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ويقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. نعم، وهذا الحديث فيه بداية بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه لما قدم المدينة ونزل في مسجد قباء وصلى فيه، ثم ارتحل وذهب إلى داخل المدينة، وكان كل ما مر بقوم أخذوا بزمام الناقة يريدون نزوله عندهم، فقال: دعوها فإنها مأمورة. فذهبت الناقة وبركت في مكان مسجده صلى الله عليه وسلم الذي هو عليه الآن، بركت في هذا الموضع، ثم أقامها، فقامت ومشت ثم عادت وبركت في هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم هيئه وطلب شراء النخل الذي فيه ليقطعه من أهله، فأبوا إلا أن يتبرعوا به للمسجد رضي الله عنهم، فبناه صلى الله عليه وسلم بالحجارة وبسعف النخل، كان عريشا، كان المطر إذا نزل ينزل على أرضه لأنه عريش، سقفه سعف النخل، وعموده من جذوع النخل. هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أشرقت الدنيا بنوره وما فيه من العلم والذكر، هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فبناه صلى الله عليه وسلم بالحجارة من جوانبه، وجعلوا ينقلون الحجارة، الصحابة ينقلون الحجارة ويرتجزون، وهو صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. دليل على الارتجاز الذي ينشط على العمل، الارتجاز الذي ينشط على العمل، وأنه لا بأس به. كلام طيب ودعاء. أي نعم. وعن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. نعم، كانت أم حبيبة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي هاجرنا إلى الحبشة مع المسلمين، هجرة الحبشة وهي أرض النجاشي رحمه الله، هاجروا عنده أي قبل أن يسلم، ثم أسلم رضي الله عنه وصار من كبار التابعين، لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وصلوا عليه صلاة الغائب في المدينة. فهذا النجاشي رضي الله عنه، وهذا أرض الحبشة التي ورد ذكرها في هذا الحديث وغيره. الكلام في كون زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الذين هاجروا إلى الحبشة ورأت كنائس النصارى فيها وما فيها من التصاوير والتجميل، مساجد المسلمين ما فيها تجميل ولا فيها نقوش ولا فيها ما فيها شيء من هذا بخلاف كنائس النصارى، فزخرفت المساجد، هذا من هدي اليهود والنصارى، لذلك ينهى عن زخرفة المساجد في الإسلام. وكانوا أيضا يصورون فيها صور
صالحيهم وأنبيائهم، لائك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على مسجدي على قبره مسجدا. هذا فيه النهي عن بناء المساجد على القبور، وأن هذا من هدي أهل الكتاب الذين أمرنا بمخالفتهم، ولأن هذا فيه وسيلة إلى الشرك والغلو في الصالحين. بنوا على مسجدي على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة التماثيل وفتنة عبادة الصالحين. نعم. أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله، شر الخلق هؤلاء، شر من الوثنيين الذين ليس لهم كتاب ولا علم. هؤلاء عندهم علم وعندهم كتاب، ومع هذا انحرفوا هذا الانحراف، فهم أشر من الوثنيين. نعم. وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، أو أن الرسول يخبر أن الله لعن اليهود والنصارى. لماذا؟ واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لماذا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني مصليات، وإن لم يبنوا عليها بناء. الصلاة عندها من اتخاذها مساجد، وإذا بني عليها مسجد فالأمر أشد. نعم. وقال: رأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. رأى عمر أنس بن مالك، أنس بن مالك يصلي عند قبر، وابن أنس بن مالك ما درى عن القبر ولم يقصده، فحذره عمر رضي الله عنه، قال: القبر القبر، أي احذر القبر. هذا من التحذير، فهذا فيه دليل على تنبيه الإنسان إذا فعل شيئا لا يجوز وإن لم يكن قصده، فينبه عليه وليتجنبه. نعم. وقال البخاري: وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها صور. وقال: كان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. نعم، دخول الكنائس والبيع، كنائس للنصارى والبيع لليهود، وهي محلات صلواتهم وتعبداتهم، لا بأس أن الإنسان يدخلها، أن المسلم يدخلها للنظر والاعتبار وإنكار ما فيها من المحدثات. فهم كانوا يعملون هذا في كنائسهم وبيعهم، فالكنيسة أو البيعة التي فيها صور معلقة أو المكان الذي فيه صور معلقة حتى ولو كان عند المسلمين، كالغرفة والمجلس الذي فيه صور منصوبة، لا تجوز الصلاة فيه، لأن هذا فيه تشبه بأهل الكتاب في تعظيم أحبارهم ورهبانهم. نعم. وعن جابر مرفوعا: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا فيه النهي عن أن الإنسان يدخل المسجد برائحة كريهة يؤذي فيها المصلين، ويؤذي فيها قبل المصلين يؤذي الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، ومن ذلك الثوم والبصل لهما رائحة كريهة على من أكلهما، فلا يأكلهما قرب الصلاة، وإن أكلهما فيعالج إزالة الرائحة بما يزيلها، فلا يذهب إلى المسجد وفيه رائحة كراث أو رائحة بصل حتى يزيلها، ولا يأكل قرب وقت الصلاة أيضا. فهذا فيه النهي عن دخول المساجد بالروائح الكريهة حتى يزيلها صاحبها. نعم.
صلى الله عليكم. ومن يتساهلون اليوم أيضا في ما هو أشد من الدخان وما هو مثله من القواعد. الدخان أشد. الدخان الكراث والثوم والبصل مباح، أما الدخان فهو محرم وله رائحة خبيثة، ففيه جريمتان: جريمة أنه محرم، وجريمة أنه يؤذي الناس برائحته. نعم. وقال ابن عباس: لا تتخذ المسجد مبيتا ومقيلا. نعم، الذي له مكان ينام فيه لا ينام في المسجد، إلا من كان من الغرباء أو ليس له مكان فلا بأس أن ينام في المسجد. وكان بعض الصحابة ينامون في المسجد كعثمان رضي الله عنه. وهذا إذا تحفظ الإنسان من أن يؤثر في المسجد أو يكون منه أذى في المسجد. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير، يعني إيطان في المسجد، يتخذ مكانا يداوم على الصلاة فيه، هذا كإيطان البعير، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيغير المكان تارة هنا وتارة هنا. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله وأنتم على خير. هذا يزيد هريش، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام.